اليمين المتطرف بتحاول تستهدف شعبنا الفلسطيني وتستهدف الأسرى تحديدا. ليش الأسرى؟ الأسرى كانوا بالأمس مناضلين وحملوا البنادق وواجهوا الاحتلال بصدورهم العالي. يأتي هذا اللقاء بالتنسيق ما بين اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى ومحافظة نابلس ممثلة بطائر المسير لأعمال محافظ الأخ غسان دغلاس للتفاعل مع قضية الأسرى في ضوء الانتهاكات التي يتعرض لها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا قرار اللجنة الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة التي دعت للخوض في الإضراب المفتوح عن الطعام في 15 من الشهر الحالي. هذا الاجتماع سيتضمن كيفية التفاعل مع قضية الأسرى وإسناد الأسرى والدعوة لفعالية جماهيرة كبيرة في محافظة نابلس إسنادا لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الاستشاري والفصائل والنقابات. إحنا بيت المحافظة هو بيت الجميع، يعني أهمية كبرى جدا أن الأسرى مفروض أن لا نتركهم وحدهم وأن نوصل لهم رسالة من كل المحافظات، وخاصة غدا في اجتماع الذي مقرر ما بين رئيس الحكومة العنصرية نتنياهو والوزراء المتطرفين اليهود العنصريين لإيصال الرسالة إلى إدارة السجون وإلى الحكومة الإسرائيلية الصهيونية بأن هؤلاء الذين قدموا ما يملكون من أعمارهم في هذه السجون لستم وحدكم، بل أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته وكل مكوناته يقف خلفكم ويقف خلف خطواتكم النضالية. مقاومة لا تؤلم الاحتلال بلا منها، وفعاليات ليس فيها احتكاك مع الاحتلال تكون أقل جدوى.